نهار التنين بنخصص فقرة لأفلام التلاميذ الجامعات اللي بيتخرجوا من علوم السينما. اليوم معنا جامع علم، كيف صحتك؟ تمام. تخرجت؟ الحمد لله، جامعة الماضي. مبروك. الله يخليك. الفيلم تبعك رح نحكي عنه اليوم، هو كان فيلم التخرج. مظبوط. شو النتيجة ليه؟ الحمد لله طلع مرتبة من أول 5 أفلام طلعوا بالجامعة، بين أفضل 5 أفلام. عظيم. فيلمك اسمه شي بالعرب، بالإنجليزي مش بالعربي، بس شي مكتوبة S-H، يعني مش ما عم نعرف إذا هي أو شي، لأنه موضوع أخذ موضوع كتير حساس. مظبوط. تحب تحكينا عنه؟ الموضوع أنا اللي أخذته هو موضوع مرض اسمه سيندروم كلينفلتر. هذا المرض بيصيب نسبة ضئيلة جدا من الشباب، بيخلقوا شباب بس نموهم بيكون نمو بنت. وهذا المرض ما له علاج غير انه يتم عملية تحويل لهالمريض هذا، يعني يتحول من شاب لبنت، رجل لامرأة. مظبوط. اول سؤال، ليش اخترت موضوع هيك؟ يعني عادة بعرف انه كيف بدنا نعمل افلام بالجامعه، بدنا نجرب نلاقي موضوع مختلف، ما نكون مثل كل الناس وما نرجع نعيد زيت الامور، بس اخترت موضوع هيك بركي في يكون قاسي شوي او في يكون ثقيل على المجتمع. مش قصه ثقيل على المجتمع، قصه انه نحن بمجتمع شوي بعدنا عنا تفكير متحفظ، ما اقول شوي رجعت تفكير متحفظ شوي، انه هالعالم هيدا هنا عالم مرضى، من هيدا الزلمه مريض. نعم. ما لنا حق نحن نجي نهاجمه او نعايره، في ناس اضرب منه ونتقبلهم. نعم. هن عم يأذونا بيكونوا، بينما هذا شخص ما عم يأذي إلا حاله، ليه بدي يروح يهاجمه لإله؟ هيدي. نعم. فكرة الفيلم كانت. كان سهل إنه تلاقي مثلاً ممثلين يلعبوا هالأدوار؟ هلا بالنتيجة هلا رح نشوف شو هن الأدوار وشو هن الشخصيات اللي كان عندك إياها. أنا إجاني دعم من ممثلين كبار مثلوا معي بالفيلم، اللي هن الممثل القدير سلطان ديب والممثل القدير رفقة الزير، ساعدوني بهذا الفيلم وقدروا لي فكرة الفيلم يعني. لقيت شوية صعوبة بالأول، بس لما الكل شافوا فكرة الفيلم وقريوا النص وقريوا إنه ما في شيء بيأذي. نعم. بيدق بوتر حدا، لا فاتوا وكملوا معي. أنت كتبت النص؟ كتبت النص. نعم. حضرتك أكيد المخرج لأنه هذا المطلوب. ما عم بتمثل بالفيلم؟ مثلت دور بسيط كتير. بسيط صغير. أنت درت الممثلين؟ نعم. أنت درت الممثلين؟ أكيد. بس كان معي كمان شخص على إدارة الممثل كمان، اللي هو كمان ممثل من النقابة، هو جوزيف الأسمر. اوكي. صار وقت بتصور نحضر جزء بسيط، واحد من الجزئين اللي رح نحضرهم اليوم من فيلمك شي. نفوت بأجواء فيلم جان عالم، خلينا نشوف المشاهد. بردت القهوة، تفضلت. يب، شرب قبل ما تتلج. ماما حبيبي أنا فيلي، بدك شيء؟ لا يا قلبي سلامتك، انتبهي على حالك حبيبي. لأمتى بدك تضلك عم تكذبي عليا؟ ما عم كذب عليا. لأمتى بدك تضلك عم تكذبي عليا؟ ليك خيي، انت على راسي وعيني، بس عمول معروف تركني انا وعائلتي ما عرف متصرف. اذا بتريد خليها تعيش حياتها بقى. انت مش مشاي، انت مش مشاي، شكل كابوس. الهيئة مغرومة يا بنتي ومنك سألاني. ايه مغرومة يا امي، عم قلي الصبي انجأ بيطلع عمره 8 سنين، والانكى من هيك بتضلي قلي انتي مش ميشيل.
الله يخليلك اياها شو طالعه بتشبهي. ميرسي الله يخليكي. بعد ناقص بنتي تسمع وتشوفك شغال. بعدي هيدي البنت ما طلعت فيها لهون وبس. روق يا زلمه روق. هالجماعه لازم يفلوا من هون، هن واللي مشيت عم شدهم. معك حق. لازم يفلوا. لك ما شو حلمت بولد صغير عم بيقول انا مش ميشيل، خبرت امها انهارت، لكن نفهم انه الشخصيه مش عارفه انه مزبط. عندها الحاله وانه كانت خلقانه صبي. كانت خلقانه صبي وعن صغر عم يطلع لها العمليه. جون بما انه ما في كثير وقت اليوم بحلقتنا، كان في عنا كثير وقفه اخباريه، رح اعطي وقت لفيلمك اكثر، رح ننتقل نحضر فيلم الثاني او جزء الثاني من فيلمك. اوكي. ميشا في شيء صار لازم تعرفي، في شيء لازم خبرك عنه. مدام نتيجة الفحوصات متأكد إنه الصبي معه سندروم كلينفلتر. حكيم أنا بتمنى إنك ما تعطيني مصطلحات أنا ما بفهم فيها. أساساً شو هو هذا؟ أستاذ فريد، سندروم كلينفلتر هو طغيان جينات الأنثوية على جينات الذكرية. حكيم بليز اختصر. الولد رح يخلق صبي وين ما بنت. طيب يعني شو علاجه؟ هيدا مرض جينات أستاذ، ما له علاج. طيب أنا هيدا الولد ما بدي إياه. فريد هيدا ابنك. أستاذ فريد بدك تطول بالك، مش هيك تنحل. بالعكس هيدي شغلة ما بدها طولة بالي. أنا ما بعرف إذا هيدا اللي جاي ابني أو بنتي. ما بدي لسانات الناس تدور وتحملني. فريد ما رح نسي للولد. نحكي بالبيت. مرسي حكيم. كل واحد ضل متكمش برأيه. فريد شو عم تعمل؟ يا أنا يا هيدا الشي بالبيت. بس يا فريد لحضن وخلص. رح يجي نهار خليك تندمي على قراري لأختي. إجا هالنهار بعد 10 سنين من المعاناة مع الجيران وحكي العالم، قررت أعمل لك عملية تحويل. بس اللي مجنني بيك كيف عرف، بيك كيف عرف وفضحنا بالحياة. جون عالم مخرج جديد لكن تخرج من أسبوع الماضي، هذا كان فيلمه الجامعي شي. جود لك بمسيرتك الفنية. مشاهدينا بعد البريك رح نحكي عن المرأة المعنفة، وفي عنا كمان موضوع المينيمال مينيمالي انفيزيف سيرجري. خليكم معنا.